طبعا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. مثل ما عارفين اليوم عندنا lecture about the inflammatory myopathy. تمام، خلينا نشوف ليش السلايدات ما تتحرك. بسم الله. طيب، so as usual we need to talk about the prevalence and the incidence rate of each disease. The incidence rate of myositis it range from 11 to 660 patients per 1 million. The prevalence is 2.9 to 34 per 100,000. طبعا دكتور مصطفى عارف الفرق بين الانسيدنس والبريفالنس، صحيح؟ ايه حكيمنا، قصدك الوقوع والانتشار؟ تمام، صحيح. طبعا هذه المعلومات مهمة، وهي صحيح انه هي من دراسات اغلبها من اوروبية وامريكية، بس تمام تعطيك انطباع قديش عندك حالات مثلا في المنطقة اللي انت قاعد فيها. تمام، اذا عندك مثلا مليونين شخص ساكن في المنطقة اللي عندك، فاتوقع انه يكون عندك حوالي ما بين، يعني خلينا نقول متوسط 100 حالة، انه هو يعطيك رينج واسع بين 11 الى 660. تمام، طبعا all available data suggest that polymyositis, dermatomyositis and immune mediated necrotizing myositis are more common in women than men, and inclusion body myositis اللي بيختصروها IBM is more common in men. The incidence rate with age increase with age and peak age of incidence is around 50. تمام، طبعا دائما لازم نتكلم على الميكانيزم اند باثوفيسيولوجي. اغلب امراض الروماتيزم اكيد مرت عليكم هاي الستيتمنت، بيحكي لك انه ذا كوز اوف انفلاماتوري مايوباثي از ار انون. موست اوف ذا ديزيز سواء كانت روماتويد ولا لوبس دائما ببلش بهالعباره، بيقول لك انه ما انا معروفه 100%، واغلبها عباره عن ثيوريز. تمام، اتس ذا سيم، يعني موست اوف ذيم ذي ار جوينج تو توك اباوت انفايرمنتال ريسك فاكتورز، بعدين هيحكي لك على الجينيتيك فاكتورز، بعدين بيحكي لك على شوية اميونو باثولوجي، يعني ديستربنس في الاميون سيستم. الانفيرومنتال ريسك فاكتورز، يعني most of the reviews they are talking about hepatitis B virus infection, HIV infection could be triggers for polymyositis, dermatomyositis and inclusion body myositis. Extensive physical exertions has been suggested as a risk factor for polymyositis, dermatomyositis. طبعا في دراسة صغيرة. No associations between vaccines and polymyositis and dermatomyositis. صراحة أنا هاي الستيتمنت شوي الحين فيها شوي يعني ما لها 100%، إنه صراحة نحن numbers of polymyositis cases increasing خاصة بعد الفاكسين تبع الكورونا. طبعا ما في حد الان ايفيدنس انه والله نتكلم فعلا انكريز ولا هو، هل هو زاد بسبب فيروس كورونا او بسبب التطعيم؟ الى الان يعني ما فينا نحكي، بس الحالات فعلا زادت. يعني association of exposure to ultraviolet radiation with the development of dermatomyositis. معروف طبعا الاكسبوجر لاغلب المرضى اللي عندهم لوبس ودرماتوميوسايتس، اللي عندهم يعني الفوتو سنسيتيفيتي، تعرض لأشعة أشعة الشمس اللي هي فيها الألترا فايلوت بيعمل تريجر للديزيز. Association of smoking with antibodies positive. كمان واجد المرضى اللي بيدخنوا عندهم more prevalence of antibody positivity. بعد هيك بنتكلم على الجينيتيك ريسك فاكتورز. الجينيتيك ريسك فاكتورز بيقسموها، او الجينز بيقسموها لنوعين. اغلب المرضى اغلب امراض الروماتيزم بيقسموها لل HLA genes و non-HLA genes. طبعا ال HLA genes عنده هذا الجين، بدك تحفظه حفظ يعني دكتور مصطفى، بيجيك بالام سي كيو كثير، اللي هو ال HLA region 8.1 ancestral haplotype strongly associated with polymyositis and dermatomyositis. و non-HLA gene دائما بدك تتذكر اللي هو الستات 4، اغلب امراض الروماتيزم حتلاقي الستات 4 هذا موجود، بالاضافه لبعض الجينات الثانيه مثل تراف 6 يو بي اي 2 ال 3 اكثر مع الانفلاماتوري مايوسايتس، وبي تي بي 22 مع البولي مايوسايتس،
وبي ال سي ال 1 اند بي ال كي والدرماتوميوسايتس اند سي سي ار 5 والانكلوجن بودي مايوسايتس. عندك فكرة دكتور مصطفى كيف بيعرف بيتعرفوا على هاي الجينات؟ لا والله حكي لنا بالضبط ما بعرف. تمام. هلا هاي اغلب الدراسات هاي نفس الميثودولوجي، بسموها الجي واز ستادي او بسموها جينوم وايد ستادي. ايش بيسووا؟ بيجيبوا المرضى المايوسايتس، تمام، وبيعملوا لهم جين اناليسيس، وبيقارنوا الجينات تبعيتهم مع المرضى اللي هم ما عندهم التهابات عضلات، وشوفوا هاي المرضى اللي عندهم التهاب عضلات ايش بيشاركوا الجينات، ايش عندهم نوع جينات فيها ميوتيشن او تغيرات او طفرات مقارنة بالناس اللي ما عندهم. فلو المرضى اللي عندهم مايوسايتس عندهم هاي الجينات بتشارك بهاي الجينات طفرات هاي الجينات، او بتشارك بهالجين ما قد يكون طفرة اصلا يعني، تمام. فدائما لما تشوف تسمع جواز ستاديز يعني بيتكلموا على هاي الميثودولوجي، هذا هو التكنيك. بيجيبوا المرضى اللي عندهم مرض بيعملوا جين اناليسيس وبيقارنوا جيناتهم مع الناس الاصحاء اللي ما عندهم، وشوفوا هدول الناس المرضى بتشاركوا باي جينات، تمام. قبل ما نفوت على الاميونوباثولوجي لازم نتعرف شوي او نتذكر الهيستوباثولوجي تبعت المسل فايبرز. طبعا هاي العضلة، والعضلة بتتكون من عدة خلينا نسميها فاسيكولاس، تمام. الفاسيكولاس، تمام، محاطة بإبيميسيوم، والمادة اللي بتربط الفاسيكولاس مع بعضها بسموها البيريميسيوم، تمام. الفاسيكولاس نفسها فيها بانس بسموها المايوفايبر أو مايوتيوب، تمام. في عدة مايوفايبر في كل فاسيكولاس وبيربطهم ببعض بشغلة بسموها الاندوميسيوم. المايوفايبر نفسه في جواته مايوفيبريل، يعني شغل أصغر من المايوفايبر، وكمان كل مايوفايبر في عدة مايوفيبريل، وبيربط المايوفيبريل بيرتبطوا مع بعض في الساركوبلازما، تمام. والكابيلاريز اللي هي اللي بتغذي العضلات موجودة في البيرينيسيا، مثل ما انا شايف هاي النقط الزرقاء هي الموجودة في العضلات، هي الكابيلاريز، وهي بصير فيها الباثولوجي، تمام. هلا علشان نسهل موضوع الباثوفيسيولوجي انا هحكي شوي مختصر فقط عليها، تمام. في عندنا، ثواني بس خلنا اطلع من السلايد. يمكن هيك صارت صغيرة كثيرة، صح؟ طيب، في هذا الكومبلمنت، كومبلمنت 5 او سي 5 بي 9، بيسموه ميمبرينو ليتيك اتاك كومبلكس، تمام. هو الميمبرينو ليتيك اتاك كومبلكس بيختصروه ماس ام اي سي. الام اي سي بيصير له اكتيفيشن من الاوتو انتي بوديز تبعت المايوسايتس، اي اوتو انتي بودي سواء كانت انتي جو ام دي اي 5 ان اكس بي، اي واحد منهم هذا الاوتو انتي بوديز بيعمل اكتيفيشن للميمبرينو ليتيك اتاك كومبلكس، تمام. والماس كومبلكس خلينا نسميه او الام اي سي، تمام، بتروح بترسب في الاندوثيليال سيلز تبعيت الكابيلاريز. تتذكر الكابيلاريز اللي قلت لك موجوده في الاندوميسيوم، تترسب فيها leading to necrosis و reduction in the density of the endometrial capillaries، بيؤدي الى ischemia، نقص ترويه، ومع muscle fibers destruction resembling micro infarction. و the remaining capillaries اللي ما بصير فيها deposition من الماس او ال MAC بصير عندها dilatation عشان تعمل compensate للاسكيميا، تمام. طيب، the activation of the membrane attack complex presumably by antibody، مثل ما حكينا الاوتو antibodies تبعت المايوسايتس هي اللي بتعمل الاكتيفيشن، بس ايش اللي بيطلع الاوتو antibodies ما حدا بيعرف. trigger the release of pro inflammatory cytokines, upregulates adhesion molecules in endothelial cells and facilitate migration of activated B lymphocytes. هون مهم جدا تتذكر هذا الباثوفيسيولوجي عم نتكلم نحن على الدرماتوميسايتس، تمام. فبيعمل اكتيفيشن للبي لينفوسايتس اللي هي سي دي 4 تي سيلز. ليش هاي المعلومه مهمه؟ انه دائما لما تجيك هيستوباثولوجي ريبورت المسل بايوبسي، لما تلاقي فيها سي دي 4 سيلز او بي لينفوسايتس انفلتريشن مع نكروزز ومايكرو انفاركشن، هذه بتمشي مع الدرماتومايسايتس، انه الباثوفيسيولوجي تبعت البوليمايسايتس مختلفه.
فهم بدك تتذكر، او نتذكر جميعا، تتذكر الماس اللي هو الممبرينوليتيك اتاك كومبلكس، اللي هو عباره عن كومبلمنت 5 بي، تمام. هو اللي بيعمل ديبوزيشن في الاندوثيليال تبع الكابيلاريز، بيصير لها ديستراكشن، بيصير نكروزس وديستراكشن للماسل فايبرز، وفي نفس الوقت بتعمل اكتيفيشن للدي سيل اللي هي سي دي 4، بصير مور انفلتريشن للسي دي 4 سيلز، وهذا في الديرماتومايوسايتس. بينما في البوليمايوسايتس والانكلوجن بودي مايوسايتس الباثوفيسيولوجي مختلف، تمام. السي دي 8 سايتوتوكسيك تي سيلز سراوند اند انفيد هيلثي ابيرنج نون نيكروتيك ماسل فايبر ذات ابيرنتلي اكسبريس ميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس 3، عفوا 1، تمام. بيحكي لك انه المرضى اللي عندهم استعداد جيني للبوليمايوسايتس بيكون عندهم الميجر الام اتش سي كلاس 1 اكسبريسد على السيرفس تبعت الماسل فايبرز. تجي السي دي 8 سيلز بتعمل بتحدوا مع بعض مع الام اتش سي، سيل هو عباره عن ريسبتور، هذا طبعا على الخلايا، على سطح الخلايا تبعت العضلات، بتحدوا مع بعض، تمام. وبصير السي دي 8 سيلز تفرغ الجرانيولز تبعتها انسايد ذا ماسل فايبرز، فبتعمل الدستركشن. فالسي دي 8 ام اتش سي كلاس 1 كومبلكس، هذا هو لما يتحدوا مع بعض، is characteristics of polymyositis and inclusion body myositis and its detection aids in confirming the histologic diagnosis of polymyositis. The CD8 T cells contain perforin granules directed toward the surface of the muscle fibers which cause myonecrosis on release. فهم هذه الشيئين الأساسيات اللي بيختلفوا الديرماتومايوسايتس عن البوليمايوسايتس. الديرماتومايوسايتس عبارة عن مشكلة في الاندوثيليال، في الكابيلاريز بتصير الديبوزيشن اوف ذا الام اي سي اللي هو الممبرينوليتيك اتاك كومبلكس، بيهاجم الخلايا الدموية او الشعيرات الدموية خلينا نسميها، بعدين بتسوي الدستركشن للماسل فايبر عن طريق الاسكيميا، وبيكون في بي لمفوسايتس. بينما في البوليمايسايتس والانكلوجن بوليمايسايتس في عباره عن الام اتش سي كلاس 1 بيتحد مع السي دي 8 سيلز، والسي دي 8 بتفرغ الجرانيولز تبعتها جوات المسل فايبرز وبتعمل ديستركشن من غير ما تاثر على الكابيلاريز. بهي الطريقه الهيستوباثولوجيست بيقدر يفرق الدرماتومايوسايتس عن البوليمايسايتس. في اي سؤال قبل ما نمشي عن الاميونوباثولوجي؟ تمام. طيب هلا احنا حنمشي بعدين على الايفالويشن ابروتش. مثل ما عارفين اي ايفالويشن ابروتش لاي مرض بيتكون من كلينيكال ابروتش، يعني كلينيكال مانيفستيشن، بعدين لاب تيستينج، وفي سبيسيفيك تيست للمايوسايتس، وفي اذر سكرينينج تيست. هلا طبعا حنمشي على الكلينيكال بيكتشر والكلينيكال مانيفستيشنز. مهم جدا نتعرف على الكاركترستيك تبعت المسل ويكنس في البوليمايسايتس والدرماتومايسايتس. مثل ما عارفين البوليمايسايتس اغلب الحالات بيكون معهم ويكنس، تمام، يعني 90% معهم ويكنس، بينما الدرماتومايسايتس 50 to 60%. مثل ما عارفين في حالات بيسموها كلينيكال امايوباثيك درماتومايسايتس، يعني عندهم مايوسايتس من غير ويكنس. Distribution weakness is characteristically symmetrical proximal in both polymyositis and dermatomyositis. Affected muscles typically include the deltoid, hip flexors, abductors and extensors. تمام. Neck flexors with relatively sparing of the neck extensors is also common. فهي دائما symmetrical proximal مثل ما عارفين involving the flexor muscles more than extensors. Distal muscle weakness if present tend to be milder than proximal muscle weakness. طبعا بصير distal muscle weakness بس عادة في ال advanced stage وفي ال يعني في ال later stages. The course insidious and subacute. Development of muscle weakness with the gradual worsening over a period of several weeks to month before the medical attention is sought. طبعا هذا الكورس مهم جدا. بفرق بيساعدنا على التفريق بين يعني تشخيصات ثانيه يعني معاها muscle weakness. مثلا اذا جاك مريض عنده weakness within days
بدك تفكر برابدومايوليسيس، جاك مريض عنده ويكنس، صار له سنين عنده ويكنس تمام بيعاني من القصاء، فكر مثلا بانكلوجن بودي مايوسايتس، فكر ب ليم جيردل سيندروم تبعت الانفلاماتوري مايوسايتس، عادة ويكس تو مانث. هلا حنمشي على السكن مانيفستيشن تبعت الدرماتومايوسايتس، مهم جدا نمشي عليها كلها انه بتساعد على التشخيص. طبعا اكيد عارفين الجوترين بوبيوز بتكون عباره عن اريديما على على البي اي بيز وعلى الام سي بيز تمام، وهي بسموها جوترين بوبيوز. في نفس الوقت هاي الاريديما قد تمتد فوق، يعني فوق الاصابع كمان، مو بس فوق البي اي بيز والام سي بيز، كمان بسموها جوترين بوبيوز. تمام. الجوترين ساينز عبارة عن اريديما to various patches over overlying scales are present on the extensor surface of both knees. تمام، فهي بتكون في الاكستنسور سيرفيس، عادة بتصير بالنيز، بتصير في الالبوز كمان. هاي ايش بيسموها دكتور مصطفى؟ الهيليوتروب حكيم صحيح؟ ايوه فاليوس اريديما، صحيح الهيليوتروبس دي ابر ليتس ان بيشنت وذ ديرماتومايوسايتس. طبعا بيعمل كمان فوتو سنسيتيفيتي اللي بتشبه اللوبس كمان على الوجه. كمان ايليد اديما، يمكن هاي نادرا يعني ما نشوفها، كمان مش بتجي مع المرضى الديرماتومايوسايتس. الشاول ساين كمان اريديما وإيربشن ات ذا ابر باك اوف ذا بيشنت، بتجي كمان في الابر ابر ثوراسيك اريا. هولستر ساين كمان شائعة جدا، بتجي في الثايز، عبارة عن اريديميتس راج مع with mild papules. نير فول changes in dermatocytes very common. كالسينوزس كيوتس شائعة جدا في مرضى الدرماتومايوسايتس. طبعا عادة بيكون المريض يعني معروف انه عنده انفلاماتوري مايوسايتس، بس سهل يعني تعرف انه صار عنده اي سولينج، هارد سولينج في السبكتينس اريا. مشكلة الكالسينوزس كيوتس هي الريكرنت انفكشن اذا كانت هيك منتشرة بشكل كبير. دكتور عفوا على المقاطعة، بس حابة أسأل دكتور مصطفى، الفوتو سنسيتيفيتي اللي بتصير على الفيس بالدرماتوميوساتس، شو فرقة أو كيف نحن بنفرقها على الفوتو سنسيتيفيتي اللي بتصير باللوبوس؟ تمام دكتورة، اللوبوس بتعرف عن الفيلم الأنفي الشفوي، أما تمام بالميوسايتس بتشمل المنطقة كلها، ما بتعرف عن تمام الفيلم برافو الأنفي برافو الشفوي. تمام تمام مر عليكم حالات ام دي اي 5 مايوسايتس؟ لا والله. هلا هاي هذا المرض صراحة كان يعني اغلب الحالات للاسف ما عم يتشخص، لانه اغلب المرضى اصلا ما بيجوا بمايوسايت، ما بيجوا بمصل ويكنس، بيجوا مع شوية سكين مانيفستيشن ومع التهابات رئوية، او خلينا نشوف تليفات رئوية سريعة. فنحن عندنا في قطر تقريبا بنشوفها كثير، يعني صرنا مشخصين اكثر من 5 6 حالات، ففي السابق يبدو ما حدا كان ينتبه انه دول المرضى اللي بيجوا على عيادة الرئة تليفات رئوية سريعة، وما انتبهوا على الاعراض الجلدية اللي عندهم، لانه هذول المرضى نادرا ما يكون عندهم وهن عضلات او ضعف عضلات. فهي هاي الوصف تبع الجلد مهم جدا تتذكروه، بيعمل كيوتينس السريشنز اوفرلاينج جوترين بابيولز وجوترين ساينز وديجيتال بلب وريزيميتس بينفول بالمر ماكيولز بابيولز وبروميننت نان سكارينج الوبيشيا وميكانيكس هاندز وارثرايتس، يعني بيكون معهم ارثرايتس وليجو ارثرايتس، لور انسيدنس اوف مايوسايتس، يعني مو شرط يكون معهم ضعف عضلات، حتى السي كي ما بيكون مرتفع مو شرط،
وهاي ريسك فور انفلاماتوري او انترستيشال لانج ديزيز. هذا مريض كان عندنا، هذا هو بصير عنده كمان سورياسي فورم سكين راش، يعني واحد بيشوفه بفكره عنده سورايسز، تمام، بس هو حقيقة هذا الطفح تبع الام دي اي 5 ديزيز، وهذا الالوبيشن اللي كان عم يوصفوها كمان نتيجة السورياسي فور. طبعا هذا المريض كمان صار عنده شوية بيجمنتيشن، يعني هو كان أبيض من هيك، بس مع الالتهاب الجلد اللي عنده صاير أسمر. إذا انتبهتوا في الوصف بيحكي لك في سكين بابيولز على البالمز، هدول هم، هذا واحد وهذا واحد، تمام، وهدول هم الالسريشن على الديجيتال بالب، هدول هم بصير عندهم الالسريشن في التيب اوف ذا فينجرز. فهي الاعراض مثالية للمرضى الام دي اي 5 ديزيز. لما يجيك مريض عنده هاي الاعراض، حتى لو ما عنده التهاب عضلات، عمل له اكس راي حتلاقي عنده تليفات رئوية، فعرف انه هذا ام دي اي 5 من غير ما تعمل له فحص الانتي بوديز. حنمشي بعدين على المانيفستيشن غير السكن مانيفستيشن. انترستيشن لانج ديزيز اكيوز ان ات ليست 30 تو 40% اوف كيسز اوف ديرماتومايسايتس اند بوليمايسايتس، موست اوفن اسوشيتد وذ انتي جو اور انذر انتي سينثيتيز انتي بودي، اللي هم الانتي بي ال 7 والانتي بي ال 12. يعني الانتي سينثيتيز سندروم مو بس الانتي جو، في كمان نون انتي جو انتي سينثيتيز انتي بودي، اللي هم هذول شائع بي ال 7 وبي ال 12. rapidly progressive ILD associated with pulmonary failure and death is most commonly features of anti MDA5. بصير معهم esophageal involvement بشكل عام، مرضى البوليمايسايتس والدرماتومايسايتس عادة involved in the upper third of the esophagus. cardiac involvement كمان it is common، بس مع الهستو يعني بالسب كلينيكال فيتشرز، يعني ما بيكون معهم هارت فيلير او شيء، بس بيكون عندهم بالهيستوباثولوجي بيكون يعني انفولد، وكمان بيصير معهم ابنورماليتيز بالكوندكشن سيستم والريديميا، وبتبين بالاي سي جي. بس اغلب الحالات طبعا نادر لما يجيك مريض ب هارت فيلير وبعدين يطلع السبب هو مايوسايتس. كان عندنا مريضة عندها ريكرنت هارت فيلير ديورينج بريجنسي، ما حدا يعرف السبب، بعدين طلع بس خلال البريجنسي بيجيها مايوسايتس وبصير معها هارت فيلير، فالبريجنسي هو التريجر تبع المايوسايتس. بعد الحمل دكتور عمر ما في أعراض؟ ما في اعراض، تاخذ اي في اي جي بالحمل تمام. بتتحسن. طب هو ممكن الكاردياك يكون تظاهرة بدئية؟ ممكن نفكر يعني كيف يعني؟ كإصابة عضلية أو ضعف عضلي، ممكن تكون بدئية بالعضلة القلبية، ما يكون في عندنا إصابة بالعضلات المحيطية بروكسيمال، يعني هلا هي لا، بيكون عندها muscle weakness، بيكون عندها elevated CK في خلال الحمل. لا حكيم أنا ما عم بحكي عن هاي المريضة، بس بالشكل العام ممكن يعني البولي هاي مايوسايتس. conversive presentation أول واحد شيء، إيه إيه ممكن. يعني بصراحة ما مرت علي حتى لما كنت عم راجع الليترتشر او لما كنت عم حضر. هو اصلا اصابه العضله القلب في المايوسايتس بيحكي لك فيري رير، صحيح. واغلب الحالات بتكون هيستولوجيكال، يعني الايفيدنس ما بتكون يعني بالكلينيكال. أو صاب بكلينيكال، تمام. ايوه صاب كلينيكال. بس هل المريضه اللي عم بحكي لكم عنها كانت تجي يعني كيف الفيرست برزنتيشن تبعها دائما يكون عندها هارت فيلير في البريجنسي، ما حدا بيعرف سببه، فتشخصت اخر شيء انه هي مايوسايتس، انه بيكون عندها سي كي اليفيتد دائما خلال البريجنسي. ما عملنا لها ببلش، موجوده في بتكتبوا عليها مايوسايتس ديورينج بريجنسي بتطلع. وهذا المريض الام دي اي 5 اللي عندنا كمان هذا ببلش، اذا كمان تكتبوا الام دي اي 5 ديزيز بيطلع كمان. تمام، الاخر مانيفستيشن حنتكلم عليها المالجنسي، وحندخل عليها بالتفصيل في النهايه ان شاء الله. بعض المرضى الديرماتوميسايتس والبوليمايسايتس بصير معهم they are at risk for pregnancy. بعد ما خلصنا الكلينيكال ابروش تعرفنا على الكلينيكال مانيفستيشن.
السكين مانيفستيشن والاذر اكسترا ماسكولار مانيفستيشن، نشوف الجنرال بلاد تيستنج. جنرال بلاد تيستنج مثل ما عارفين نعمل سي بي سي او صوره دم، وظائف كلى، انزيمات العضلات اللي هم السي كي، الدوليز، ال دي اتش، اي ال دي، اي اس تي. طبعا شائع جدا نريد عنده دائما مايلد اليفيشن في الليفر انزيمز، وما حدا عارف السبب، بيطلع اخر شيء مايوسايتس. كان عندي مريضه كنت عم بتعرف انه بيحاولوا تحويل المرضى، فعندك بيجينا 50 تحويل، فبقرا التحويل انه المريضه عندها الام في الرقبه مزمن، يعني صار له سنين تمام. فبراجع ملفها لقيت انه عندها دائما انزيمات العضلات مرتفعه، انزيمه الكبد، انزيمات الكبد مرتفعه. طبعا ما مخلين لها لا رنين للرقبه والديسك وما ديسك، اخر شيء طلع عندها مايوسايتس مسكينه. إصابة العضلات الرقبية الإكستنسر هي شائعة دكتور. ايوه شائعة، بس طبعا جماعة الاورثو ما بتخطر على بالهم انه دائما صحيح، بتشتكي الام في الرقبة، الام في الرقبة. بس ممكن تعمل ضعف بالمقوي، يمكن يصير في هبوط بالرأس. صحيح صحيح، كانت فعلا عندها صعوبة ان تظل مثبتة رأسها للأعلى. تمام، معناتها المايد اليفيتد بالاي ال تي ممكن تترافق مع البوليميوسايتس او صحيح، الدرماتوميوسايتس. الـ ALT والـ AST اثنيناتهم بيرتفعوا. تمام، فهلا حنروح على اللي هي البيزك بلاد تيست، كرياتينين كاينيز، ال دي اتش، الدوليز، اسبارت امينيز، اند الاي ال تي ار اول ماسل انزيمز ذات مي بي اليفيتد ان بيشنت وذ انفلامتوري مايوباثي. طبعا ليش احنا حطينا هون مي بي وعملنا لها هايلايت؟ على ما عارفين في مرضى يكون عندهم مايوسايتس او خلينا نقول ديرماتومايوسايتس من غير ما يكون عندهم ماسل ويكنس، من غير ما يكون عندهم السي كي مرتفع. كرياتين كاينيز، the level of serum CK can vary widely. In untreated patient with active muscle disease, it can be more than tenfold of the upper limit of normal. يعني هذا هو الرينج اللي هو انت لازم تشك انه فعلا هذا inflammatory myositis من 2000 الى 3000. لما يجيك مريض عنده السي كي تبعه 10000 و20000 و15000، فكر بشيء ثاني، فكر دائما برابدوميالسيس. Although some patients, particularly those with dermatomyositis, may present with normal muscle inside. طبعا مثل ما حكينا قد يكون نورمال، بس هذا الرينج مهم تتذكره يا دكتور مصطفى، من 2000 ل 3000 هذا هو يعني الرينج المثالي تبع الاوتو اميون مايوسايتس. لما يجيك مريض اكثر من هيك 10000 دائما فكر في الاذر دايجنوزز، يعني الديفرنشال دايجنوزز بيعمل فيري هاي سي كي. طبعا اذا كان اقل من هيك، اقل من 3000، تفكر بال الأميوباثيك ديرماتوبايوسايتس أو أشياء ثانية كمان بتعمل مايلد إليفيشن في الليفر إنزيم، حنجي عليها. عفوا، في المسل إنزيمز. طبعا ما في كورليشن بين سي كي أند سيفيرتي أوف ويكنس، تلاقي مريض عنده السي كي تبعه 7000 وبنفس الوقت الويكنس تبعه ما هو سيجنفيكانت، مايلد ويكنس. مسل ويكنس وذ ريلاتيفلي نورمال إنزيمز ليفل إز ماتش مور لايكلي تو بي ديرماتوبايوسايتس ذان بوليمايوسايتس. سي كي ام بي مثل ما عارفين انه هذا السي كي ام بي هو بالاصل انزيم بيطلع من عضلات القلب، مع ذلك بيرتفع في بعض المرضى المايوسايتس. لما تكون يعني مالك عارف هذا فعلا من عضلة القلب او من الانزيمات او طالع من عضلات غير القلبيه، بتعمل التروبونين اي بيساعدك على تفرق بيناتهم، هل هذا من وين، من وين مصدره. هلا حندخل على الاوتو انتي بوديز. الاوتو انتي بوديز موضوعها كبير خلينا نبلش فيها. الاوتو انتي بوديز في المايوسايتس بيقسموها الى 3 انواع، عفوا الى نوعين. تمام، اول واحد بيسموه المايوسايتس سبيسيفيك اوتو انتي بوديز، تمام، والنوع الثاني بيسموها المايوسايتس اسوشيتد اوتو انتي بوديز. ايش الفرق بيناتهم يا دكتور مصطفى؟ لكن الفرق انه السبيسيفيك هو يعني النوع اللي انا بطلبه مشان احدد التشخيص، هذاك ممكن يترافق معه، ممكن نشوفه ايجابي ممكن نشوفه سلبي. تمام، المايوسايتس سبيسيفيك يعني هاي الانتي بوديز ما بتجي غير مع المايوسايتس، يعني ما بتعمل اعراض ثانيه. تمام، اما الاسوشيتد بتجي مع امراض ثانيه، مثل بتجي مع المرضى السكلوديرما، مع مرضى الميكس كونكتيف تيشو ديزيز، مع المرضى الاوفرلاب سندروم، مع اللوبس، فهمت شلون؟ فهذول بسموها مايوسايتس اسوشيتد اوتو انتي بوديز. تمام، فهي بشكل عام تتقسم الى نوعين، مايوسايتس سبيسيفيك اوتو انتي بوديز
ومايسايت اسوشيتد. مايسايت سبيسيفيك اوتو انتيبوديز لازم نتذكر يعني بعض الاشياء المهمه جدا. هلا مثلا الانتي جو، تمام، مثل ما شايفين هو شائع مع الانتي سنتيتيز سندروم، هاي الاس واي اس انتي سنتيتيز سندروم. كاتبين سايتوبلازميك فاين بيكلز اللي هم الاميونو فلورسنس، الاندايركت اميونو فلورسنس كيف بيكون شكلها، كاتبين سايتوبلازميك فاين سبيكلد. ايش يعني، مين بيعرف ايش يقصدوا بانتي سايتوبلازميك ونان سايتوبلازميك او النيوكليير فاين سبيكلد؟ معقول حكينا على مستوى السيتوبلازم وعلى مستوى النواة يعني، والتلوين بيكون مختلف، التلوين المناعي. تمام. هلا نحن مثل ما تتذكروا لما نحن نطلب الانتي نيوكلير انتي بودي، تمام، اسمها الانتي نيوكلير يعني اجسام مضاده ضد النيوكليوس، صح؟ تمام، مثل الدي ان اي انتي دي ان اي، مثل الانتي رو انتي ار ام بي، هذول كلياتهم يسموا انتي نيوكلير انتي بودي. هلا في عندي انتي بوديز ما لها علاقه بالنيوكليوس، لها علاقه بالسيتوبلازم تبع الخليه، تمام، فبتعطيني شغله بسموها سايتوبلازميك فاين سبيكل. يعني لو طلبت لمريض انتي جو، لو طلبت له اي ان اي هيطلع نيجاتيف، فقال لك الفني المختبر قال لك الاي ان اي تبعه سلبي، تمام. ف هو ما له سبتايب للاي ان اي، ما انا من نعم، الاينا، يعني هو ما انا من الاينا. ايوه، معنى من الاي ان اي او الاينا، تمام. فهي ليش هي مهمه؟ على اساس انه لما يجيك مريض وعنده مايوسايتس والانتونيكو انتي بودي تبعه نيجاتيف، ما يعني انه ما عنده مايوسايتس، لا، انه في عندي كثير اوتو انتي بوديز اصلا ما لها علاقه بالنيوكليوس، كلها في السيتوبلازم موجوده، تمام. هلا نحن عندنا المختبر عاده بنكلمهم نقول لهم اعملوا لنا صبغه للاثنين، للنيوكليوس وللسيتوبلازم. يعني اذا صار عندي صبغات في السيتوبلازم نعرف انه في اجسام مضاده في السيتوبلازم، والمريض عنده مايوسايتس فاحتمال كبير عنده يكون واحد من هدول السيتوبلازميك انتي بوديز. فجيد تتذكر انه ايش اللي هم السيتوبلازميك وايش هم الانتي نيوكلير، على اساس انه لما يجيك النتيجه تعرف تفسرها بناء على حاله المريض، تمام. ايه، فالانتي جو هدول هم اول خمسه او سته انتي بوديز، 1 2 3 4 5 6، هدول كلياتهم بسموهم بيعملوا انتي سنتيتيز سندروم. على رأس القائمة طبعا الأنتي جو، مثل ما شايفين 30% من الحالات هو بيعمل أنتي سينثيتيز، بقية الأنتي بوديز بنسبة أقل، تمام. عندنا الأنتي ام اي 2، هذا أنتي نيوكلير أنتي بودي، تمام، موجود في النيوكليوس، بيعمل لي كلاسيك ديرماتومايوسايتس. أنتي تيف، تمام، موجود كمان بالنيوكليوس، وهذا شائع جدا، بيكون مصاحب للكانسرز، هاي السي دي ام بيسموها كانسر اسوشيتد ديرماتومايوسايتس، يعني 40 ل 75% من الناس اللي عندهم هذا الانتي بوديز بيكون معهم كانسرز مع الديرماتومايوسايتس. طبعا هذا فيري كومون، سؤال شائع جدا في الاختبارات اللي هو الانتي تي اف، الانتي تي اف. نكمل القائمة تبعت السبيسيفيك انتي بوديز، مايوسايت سبيسيفيك اوتو انتي بوديز، الانتي ام دي اي 5، تمام، سي اي دي ام اختصار كلينيكال امايوباثيك ديرماتومايوسايتس، تمام، وطبعا بيكون نيجاتيف في الانتي نيوكلير انتي بوديز، واحتمال يكون سايتوبلازم، بعض الاحيان يطلع سايتوبلازم. شائع جدا هذا، مشكلته للانتي ام دي 5، لما يكون عندك مريض انتي ام دي 5 يعني حيكون غالبا 70% من الحالات حيكون عنده انترستيشن لانج ديزيز، بالاضافه للتغيرات الجلديه اللي ذكرناها في البدايه. انتي اس اي اي، تمام، كمان بيكون انتي نيوكلير انتي بوديز. انتي ان اكس بي 2 كمان بيكون مصاحب للكانسرز بس بنسبه اقل من التي اف. طبعا هذا شائع جدا، بيعمل لي كالسينوزس كيوتس، وطبعا بالاضافه للكانسرز. انتي اس ار بي شائع جدا مع الاميون ميديتد نيكروتايزنج مايوسايتس، ونفس الشيء الاتش ام جي سي ار، تمام، هذول اثنين شائعين جدا صاحبين للنيكروتايزنج مايوسايتس، الاميون ميديتد نيكروتايزنج مايوسايتس، تمام.
نروح على المايوسايتس اسوشيتد اوتو انتيبوديز مثل الانتي بي ام ال سكلوديرما، هذا بيكون معه بوليمايوسايتس ديرماتوماسايتس اوفرلاب مع السكلوديرما، سهل جدا معروف بي ام سكلوديرما. يو 1 ار ام بي بيكون مصاحب للميكس كونكتيف تيشو ديزيز، انتي كو اوفرلاب سكلوديرما مع اي ال دي، انتي روف بي ال 1 وانتي روف بي ال 2 اوفرلاب مع سكلوديرما، انتي رو اوف سكند اوتو انتيبوديز بريزنت مور سيفير ديزيز انكلودينج اي ال دي. يعني اغلب المرضى المايوسايتس بتلاقي عندهم انتي رو بوزيتيف، فلما يكون عندك انتي ار او بوزيتيف كمان المريض بيكون عنده ريسك انه يجي له اي ال دي. انتي سي ان اي 1 هذا مع الانكلوجن بودي مايوسايتس، بيكون كمان مصاحبين للسيستميك لوبس والبرايمري شوغن سيندروم. هذا دايجرام يعني بيحاولوا يقسموا هاي الاوتو انتي بوديز، او ام يعني اوفرلاب مايوسايتس يعني بيكون معاها الفر كونكتيف تيشو ديزيز مثل سكلوديرما، ميكس كونكتيف تيشو ديزيز او لوبس او شوغري، نكروتايزنج اوتو اميون مايوسايتس اللي هم حكينا الاس ار بي والاتش ام اتش ام جي سي ار، ديرماتوسايتس او ديرماتومايوسايتس ام اي 2 ام دي اي 5. هم بيحاولوا يعني يحطوهم في جروبات، انه في بعضهم بيعمل اوفرلاب مانيفستيشن بحيث انك ما تخربط، مثل المالجنسي شائع مع تي اي اف 1 ومع الان اكس بي 2. هاي طبعا الاوتو انتيبوديز اسئله شائعه جدا يعني في الام سي كيوز، فجيد ان الواحد يتذكر انه كل اوتو انتيبوديز بيزود الريسك تبع ايش. بعد ما خلصنا السبيسيفيك تيست اللي هم الاوتو انتيبوديز، خلينا نشوف الايمجينج تيست الام ار اي والاي ام جي امتى نطلبهم. طبعا الاي ام جي بيساعدنا انه نفرق اذا المريض عنده مايوباثي ولا نيوروباثي، مثل مرضى المايسينيا جريفيس تمام، احيانا صعب الفرق بيناتهم هل هذا عنده مايوباثي ولا نيوروباثي، الاي ام جي بيساعدنا. البريفرال نيوروباثي كمان، البولي نيوروباثي كمان، احيانا بالكلينيكال اكزامينيشن صعب جدا الفرق بين هذا مايوباثي ولا نيوروباثي. ان المرضى مثلا جايك واحد مايوسايتس وعنده سيفير ويكنس تمام، تعمل له مثلا ديب تندر ريفلكسز تلاقيه نون رياكتيف او سلاجش رياكشن بسبب السيفير ويكنس في المصل، فما فيك تحكي والله هذا نيوروباثي بريفرال نيوروباثي ولا مايوسايتس، فالاي ام جي بيساعد. طبعا الاي ام جي كمان بيستخدموا حتى يعملوا تو لوكلايزد الاريا اوف بايوبسي. المايثينيا جرافيس حكيم كمان هي تسوء خلال النهار، يعني بفيق طبعا المريض نشيط تمام سريريا يعني طبعا كل مرض من الامراض له كلينيكال الخصوصيته. كاركترستيك. اي نعم. والاصابه العينيه كمان. الإصابة العينية ما بتصير بالبولي مايوسايتس ما بصير بالمسايتس مع ال تمام، بس بتصير بالمايسينيا جرافيس. صحيح، عشان هيك لما يجيك مريض مايوسايتس تسأله على البلبر سيمتومز، هو الدبل فيجن، اذا بصير معه دبل فيجن فهذا unlikely انه يكون مايوسايتس. تماما. الام ار اي طبعا بيساعدنا انه نتاكد من التشخيص انه فعلا في عنده مصل اديما في المسلز اذا ما عملت اي ام جي. عاده نحن بنطلب ام ار اي في البيز لاين دايجنوزز، يعني المريض اتليست لازم يكون عنده ام ار اي او اي ام جي بالاضافه لاليفيتد سي كي ليفل، بحيث انه خلاص انه هذا المريض في فيتنج ذا كرايتيريا اوف درماتومايوسايتس او بوليمايوسايتس. طبعا الفايندنجز تبعت الام ار اي نون سبيسيفيك، يعني المريض الرابتومايوليسيس بيكون عنده اديما، اللي عندهم ميتابوليك مايوباثي كمان بيكون عندهم اديما، فهو نون سبيسيفيك، بس الفايندنجز تبعيته مع الكلينيكال بيكتشر بتاكد انه هذا المريض عنده مايوباثي. مصل اند سكين بايوبسي، طبعا السكين بايوبسي او المصل بايوبسي ما دائما نطلبها الا اذا المريض عنده بعض الاشياء اللي هي ما لها مثاليه. مثلا المريض خلينا نقرا هون should be performed in patient with presenting with a clinical and laboratory evidence of myopathy who do not have extra muscular manifestation such as atypical dermatomyositis rash or myositis specific autoantibodies. يعني المايوسايتس سبيسيفيك انتي بوديز از نيجاتيف
ما عنده يعني ما يسأل سبيسيفيك انتي بوديز وما عنده سكين راش، فهون المصل بايوبسي بتساعدنا عشان نحدد شو نوع المايوسايتس اللي عنده، هل هو بولي مايوسايتس ولا مثلا اميون ميديتد نكروتايزنج مايوسايتس. وكمان المصل بايوبسي بيطلبوه احيانا اذا المريض مثلا اخذ تريتمنت وبول ريسبونس عشان نتاكد من التشخيص هل هو فعلا مايوسايتس ولا لا، في هاي الحالات نطلب المصل بايوبسي. فهو المصل بايوبسي ما لها روتين تيست الا اذا المريض ما له جايب يعني اعراض مثاليه او الاجسام المضاده عملناها وما طلعت موجوده. مثل ما كنا عم نتكلم في البدايه عم نتكلم على كلينيكال سب تايبس، في عندنا ديرماتومايوسايتس، في بولي مايوسايتس، الانتي سينتيتيز سندروم، الاوفرلابس مايوسايتس، وفي الاميون ميديتد نكروتايزنج مايوسايتس، الانكلوجن بودي مايوسايتس، هذول كلياتهم بيسموهم انفلاماتوري مايوسايتس. طبعا الشيء المهم هون مثلا الديرماتومايوسايتس نتعرف على الهيستوباثولوجي اكثر شيء، لان الكلينيكال مانيفستيشن تقريبا غطيناها بالاضافه للاجسام المضاده مثل السي دي 4 لينفوسايت انفلتريت وذ بيري فاسكولار اند انتر فاسكولار لوكيشن اند اتروفي اوف ذا بيري فاسكولار فايبرز. فهي الهيستوباثولوجي فايل مهمه جدا دائما نتذكرها، خاصه الدكتور مصطفى اذا حتدخل اختبارات وهيك، هذا غالبا هو الحي يساعدك على التشخيص. بالنسبه للبوليمايوسايتس طبعا ما يكون عندهم سكين اور بولمونري انفولفمنت، جود ريسبونس تو اميون ثيرابي، نو اسوسيشن وذ سبيسيفيك انتي بوديز، دي 8 لينفوسايتس بري دومينيت انفيدنج ذا اندوميسيوم اند انتاكت فايبر. الانتي سينتيتيز سندروم انفلاماتوري مايوباثي مع انترستيشن لانج ديزيز وجوينت انفولفمنت، other findings مثل mechanics hands renoid phenomena all patients have antibodies directed against اللي هو ال tRNA synthetase اللي هو الانتيجون. the most common autoantibodies are anti-JO1 anti-BL7 and BL12. muscle biopsy demonstrate T cells and macrophage infiltrate and perivascular atrophy and necrosis، يعني قريبة جدا من الدرماتومايوسايتس بيكون معهم necrosis كمان. overlying myositis association of inflammatory myopathy with other connective tissue disease. The most common antibodies are anti-BM scleroderma and anti-U1RNP. Perivascular inflammation, fascicular and necrosis and HMC1 increase. Immune-mediated necrotizing myositis associated with systemic condition, with cancer, statin, or viral infection. Presence of autoantibodies, anti-SRP and anti-HMG-CR. In children, it may present as slowly progressive and mimic muscular dystrophy. Abundant fibers in necrosis and macrophage predominance, which can be identified by labeling for CD68. Inclusion body myositis, slowly evolving weakness with distal atrophy in the hands and atrophy in the thighs. Individuals over 45 years عادة في الـ elderly بيبلش المرض أو في الـ advanced age يعني 40 and more. Association with anti اللي هو الـ C1A1 اللي هو اللي حكينا 5CN هو نفسه هذا antibodies. CD8 lymphocytes predominate invading the endomysium and intact fibers and the presence of marginated vacuoles. نتكلم على الديفرنشال دايجنوزز، مهم جدا الديفرنشال دايجنوزز انه هو المايوسايتس رير ديزيز، هاي المعلومه لازم تتذكروها خاصه دكتور مصطفى، المايوسايتس هو مرض نادر اصلا، فلما يجيك مريض عنده ويكنس فكر في كثير اشياء قبل ما تقول انه هذا انفلاماتوري مايوسايتس. تمام، هلا حنتكلم هاي الانفلاماتوري كوزز حكينا، هي البولي مايوسايتس، ديرماتومايوسايتس، انكلوجن بودي مايوسايتس كلها حكيناها. ساركويدوزز بيعمل مايوسايتس، روماتويد ارثرايتس، شوغرين، انتي سينتيتيز سندروم، اميون ميديتد نكروتايزنج مايوباثي، فاسكولايتس، اوفرلاب سندروم، دول كلياتهم مرينا عليهم. دراج اند توكسينز، كوكايين اند هيروين، الكحول، جلوكوكورتيكويدز، هدول بيعملوا كلهم مايوباثي من غير ما يعمل اليفيشن في المصل انزيمز. كولشيسين بيعمل مايوباثي كمان، انتي مالارين والهيدروكسيكلوروكين بيستخدموا كثير، طبعا قليل ما نشوفهم هالايام، انه هلا بعد ما صار هيدروكسيكلوروكوين وكان شائع مع الكلوروكوين حسب ما سمعت يعني من الدكاتره اللي هم الكبار عندنا، هلا الجينر او الادويه الجديده تبعت البلاك بونيل نادرا ما تسوي. اتش ام جي كو انزيم ريدكتيز انهبيتور هم تبعته الستاتين.
بنسلامين وزيدوفودولين، هدول اللي هم الانتي فايرال دراجز. انفكشنز انفلونزا، برا انفلونزا، كوكزاكي، اتش اي في، سيتوميجالو فيروس، ايكينو فيروس، ادينو فيروس، ابشتان بار فيروس، كلهم بيعملوا مايوسايتس على فكره، وبنشوفها كثير. يكون مريض يكون عنده فيفر واكيوت اونست وماسل ويكنس، وماسل بين بيكون عندهم اكثر من ويكنس، فبيكون اشك في الفيرال انفكشن. اندوكراين كوزز شائعه جدا، ياما عندنا مرضى محاولينهم على اساس عندهم مايوسايتس وويكنس، بتكتشف ان عندهم هايبوثايرويديزم او هايبر باراثايرويديزم، عفوا هايبر ثايرويديزم. كوشنج سندرومز ما شخصنا صراحه ولا حاله، بس كمان هذا واحد من الدفرنشال. رابدو كمان شائع جدا، خاصه مع ايام الحر بيجيك المريض هيت ستروك، بيدخل برابدو مايلسز، والكراش تروما في ايام الزلزال، بلاقي السي كي دائما مرتفع جدا، ميتابوليك مايوباثيز، سيجرز، الكحول ابيوز، كل هاي الأشياء كمان نفكر فيها. الكترولايت ديس اوردرز، هايبوكاليميا، هايبوفسفاتيميا، هايبوكالسيميا، هايبرناتريميا وهايبوناتريميا، كلهم بيعمل كلياتهم بيعملوا ماسل ويكنس، وفي منهم بيعملوا رابدوميوليسيس كمان. كان عندي مريض اول ما كنت في الفيلوشيب كان عنده مرض اسمه البريودك باراليسيس. البريودك باراليسيس دول بيكون عندهم هايبوكاليميا، كرونيك هايبوكاليميا، فهي هي نفس الهايبوكاليميا بتعمل له رابدوماليسيس، بصير عنده اليفيتد سي كي، فدائما كان يكلمونا انه المريض عنده مايوسايتس وعنده ويكنس. فمن راجعنا ملفه دائما لما يكون عنده مسل ويكنس ويجي على الطوارئ، او لما يكون عنده رابدو ويجي على الطوارئ، بتلاقي دائما عنده هايبوكاليميا، وهي بالعكس عاده المرضى الرابدو بيكون عنده هايبركاليميا. هذا المريض لما يجي له رابدومايلسيس ويجي على الطوارئ بيكون هايبوكاليميا، فعرفنا انه هو ميتابوليك ديس اوردر، عنده انهيرتد ديزيز بيعمل هايبوكاليميا. وكمان شائع جدا مع المرضى اللي بياخذوا البيتولين نيبولايزرز، بيجي على الطوارئ بياخذوا السالبيتامول الفنتولين بشكل طويل وبيطولوا عليه، كمان بصير عندهم هايبوكاليميا، بصير عندهم مسل ويكنس، بس ما بيدخلوا طبعا برابدو مثل هذاك المريض اللي هو بيسموه اللي عنده البريودك باراليسيس. ديسوردرز اوف كاربوهيدريت، هي طبعا شائعه جدا مع البيدياتريكس ايج، اللي هم بصير عندهم جلايكوجين ستورج ديزيز. بالاضافه للماسكولار ديستروفي اللي هم مثل اللمب جيردل سندرومز، دول بيكون معهم مسل اتروفي تبقى واضحه في الشولدرز، في الهيبس، فسهل جدا التعرف عليهم، بيكون الويكنس تبعهم على سنين، وبيكون غالبا بيكون عندهم فاميلي هيستوري اوف ويكنس، يعني بتلاقي سالت حدا، سالته اذا حدا من اقاربك او حدا من عائلتك، كنت بيحكي لك إيه نعم عندي اخوي او ابوي عنده نفس المرض، فبتعرف انه هذا ماسكولار ديستروفي اكثر من انه مايوسايتس. طيب فيتشر سجستيف اوف نون اوتو اميون مايوباثي، سلو بروجريشن، خلينا نحط البوينتر، slow progression evolution of weakness over month to years، لما يكون الكورس بيمتد على سنوات، فشك انه هذا ما يكون inflammatory myositis او autoimmune. lack of systemic manifestation مثل اللي حكينا الاكسترا ماسكولار مانيفستيشن، lack of myositis antibody، تعملوا المايوسايتس انتيبودي بتاكلوا نيجاتيف، presence of asymmetric weakness، لما يكون asymmetric weakness شك انه ما يكون myositis، presence of facial muscle weakness كمان هاي مهمة، facial muscle weakness is not يعني muscle is not autoimmune myositis، scapular winging هاي بتمشي مع ال limb girdle syndrome، presence of distal weakness greater than or equal to proximal weakness، كمان لما يكون عندك هاي ال features شك انه ما يكون inflammatory myositis، positive family history of muscle weakness مثل ما خبرتكم هدول muscle dystrophy بيكون عندهم family history، fasciculations of proximal muscles and dorso, variation of muscle strength throughout the day after exertion. يعني المسل ويكنس بيختلف من الصبح للمساء، فهاي كل الأشياء ما بتمشي مع الأوتو إميون مايوسايتس. هذا أبروتش هيك حصلته في ريفيو أرتكلز، جيد إنه نمشي عليه مع بعض. حيجيك مريض عنده بروكسيمال مايوباثي، إذا كانت كرونيك يوجولي مور ذان 1 يير، فكر في انكلوجن body myositis. تمام، اذا كانت sub acute weeks to months
فكر في evaluate for dermatomyositis, overlap syndrome or la necrotizing autoimmune myositis. تمام، خلينا نمشي بهذا الاتجاه. اذا عنده هيك سب اكيوت سيرولوجيكال تيست تبعت له مايوسايت سبيسيفيك انتي بوديز اذا كانت موجوده عندكم، طبعا بالاضافه للانتي نيورال انتي بودي الاي ان اي دبس ان دي ان اي فور ايفيدنس اوف اذا كان عنده مانيفستيشن اوف كونكتيف تيشو ديزيز. اذا كانت الانتي بودي موجوده تمام فخلاص هذا غالبا بيتشخص بروبلي جيوباتيك انفلاماتوري مايوسايتس. هيك تصنفوا بناء على على الاوتو انتي بوديز وعلى الاضافه للكلينيكال مانيفستيشن اللي عنده. اذا ما كان عنده السبيسيفيك انتي بوديز تمام ايفالويت فور فاردر ايفيدنس اند ديستريبيوشن اوف مايوسايتس، تعملوا اي ام جي اف كلينيكالي افكتد ماسلز او ام ار اي واحد منهم فيك تعمل. اذا كان موجودين فيك تعمل مصر بايوبسي طالما ما عنده الانتي بوديز مانا موجوده. مصر بايوبسي بتحدد لك نوع هل هو بولي مايوسايتس ولا ديرماتومايوسايتس ولا نيكروتازينج اوتو اميون مايوسايتس. اما اذا كانت اوفر ييرز شوف انكلوجن بودي مايوسايتس تمام، طبعا بتبعت له اللي هو السي ان 1 اي انتي بودي بيساعدك على التشخيص، والمصر بايوبسي طبعا هي دايجنوستيك بالحاله هاي. هاي حكينا عليهم كذا مرة، ديرماتومايسايت اسوشيت انتيبوديز ما في داعي نعيدهم. تمام، هلا بعد ما خلصنا السبيسيفيك تيست حنشوف الاذر سكرينينج تيست. هم مثل ما حكينا في البداية انه المرضى المايوسايتس they are at risk for cancer، ففي في يعني recommendation how to screen patient with myositis for cancer. تمام، idiopathic inflammatory myositis within 3 years إذا كانت juveniles ما بتعمل له screening، وإذا كانت inclusion body myositis ما بتحتاج screening، بس المرضى اللي هم الدرماتومايسايتس والبوليمايسايتس at adult onset هم اللي بتعمل لهم screening بناء على الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز فور malignancy يعني. تمام، هاي هم الهاي ريسك فاكتورز والانترميديت ريسك فاكتورز واللو ريسك فاكتورز. هاي ريسك فاكتورز مرضى الدرماتومايوسايتس اللي عندهم انتي بوديز هم الانتي تي ان اف عفوا الانتي تي اي اف والان اكس بي 2، بالاضافه للكلينيكال فيتشرز ايج مور ذان 50 عفوا 40 بريزيستنت هاي ديزيز اكتيفيتي ديسبايت اوف ثيرابي. هاي فيري كومن لما يكون عندك مريض ريزيستنت للتريتمنت لازم تعملوا سكريننج للكانسرز، بالاضافه للديسبيجيا والكيوتينس نكروز. انترميديت ريسك فاكتورز كلينيكال اميوباتيك ديرماتومايسايتس مثل مرضى الانتي سينتيتيز ومرضى الام دي اي 5 ديزيز، هدول بيكون عندهم انترميديت ريسك ما لهم هاي ريسك فور كانسر. دائما بتذكر اي مريض عنده اي ال دي في البولي مايوسايتس ما له هاي ريسك فور كانسر. بالاضافه للاميون نكروتايزنج مايوسايتس والبولي مايوسايتس الانتي بوديز هدول الانتي اي 1 والاتش ام جي جي سي ار ام اي 2 وام دي اي 5 هدول انترميديت ريسك فاكتورز. ميل 6 تمام وحده من الكلينيكال فيتشرز للانترميديت ريسك فاكتورز. لو ريسك انتي سينتيتيز سندروم سي تي دي اسوسييتد انفلاماتوري مايوسايتس هم الاوفرلاب سندرومز يعني انتي اس ار بي انتي بودي انتي جو ونن انتي جو انتي بوديز لانتي سينتيتيز سندروم. بالاضافه للمريض كان عنده رينويد انفلاماتوري ارثروباثي انترستيشن لانج ديزيز كلها طبعا جزء من الاوفرلاب سيندروم. فبهي الطريقه فيك تعرف المريض هذا هاي ريسك لو ريسك او الانترميديت ريسك. تمام، اذا كان المريض عنده تو اور مور هاي ريسك فاكتورز اللي هم اللي حكينا عنهم دول هم الهاي ريسك فاكتورز نعملوا هاي السكريننج تولز او هاي السكريننج ريكومنديشن. هاي ريسك اوف انفلاماتوري مايوسايتس ريليتد كانسرز سكريننج ات ذا تايم اوف ذا دايجنوز لما يتشخص يعني بتعملوا البيزك اند انهانس سكريننج بانل. البيزك بانل اللي هي هاي سي بي سي صوره الدم سي ام بي فيزيكال اكزامينشن ليفر تيست سي ار بي اي اس ار بروتين الكتروفريسز يورين اناليسيس وبلين اكس راي. أما الإنهانس سكرينينج تول سي تي سكان أوف ذا نيك ثوراسيك أبدومين بلفيس سيرفيكال سكرينينج فور سيرفيكال كانسرز ماموغرافي بروستات سبيسيفيك أنتيجين
تيومر ماركر، بيلفيك ترانس فاجينال التراساوند فور اوفيريان كانسر، وفيكال اوكالتوبات. دول بنعملهم، دول الاثنين بنعملهم للمرضى اللي عندهم تو اور مور هاي ريسك فاكتورز. اذا كان ما عندهم تو اور مور هاي ريسك فاكتورز، تو اور مور انترميديت ريسك فاكتورز اور وان هاي ريسك فاكتورز بسموهم هذول مودريت ريسك، سكرينينج تيست ات ذا تايم اوف ذا دايجنوزس، بيزك اند انهانس سكرينينج، وسكرين ات فولو اب ما يحتاج، يعني بعد ما تعملوا البيز لاين ما تحتاج فولو اب. بينما المريض تبع الهاي ريسك you need to repeat the screening basic screening panel at 1, 2 and 3 years after diagnosis. وفيك إذا كان البيت سكان متوفر أبر أن جي لور جي أي كوندوسكوبي كمان فيك تعمله. بس مهم جدا في الـ في المايوسايتس، هاي ريسك مايوسايتس، إنك تعملهم كمان فولو أب. نحن بنعملهم every 6 months، نعملهم سكرين إذا كان عندهم هاي ريسك فاكتورز. بالنسبة للمرضى اللي هم ما عندهم two or more intermediate risk factors أو ما عندهم one high risk factors، من دول at low risk نعملهم standard risk of inter of idiopathic inflammatory myositis related cancer screening at the time of the diagnosis basic panel، هاي الأشياء الروتينية و no need for screening follow-up. هلا حندخل على التريتمنت. في أي سؤال على الكانسر screening؟ تمام. لا حكيم ما في أسئلة. تفضل. تفضل. لا عم لك تمام حكيم بالنسبة للسكرينينج. تمام. بالنسبة للتريتمنت، التريتمنت حنمشي عليه خطوة خطوة. مثلا بالنسبة للسينا انيشيشن اوف ذا ثيرابي، عندك جايكم مايوسايتس وكونفيرم باي بلاد تيست وويكنس، وعملت له ام ار اي وام جي طلع عنده مايوسايتس، تمام. فهم قاسمينهم ل تو جروبز، تريتمنت فور درماتومايوسايتس بولي مايوسايتس نكروتايزنج اوتو اميون مايوسايتس، او تريتمنت فور انكلوجن بودي مايوسايتس. انيشيشن اوف ثيرابي ات نيو اونست ديزيز، فيك تعطي 1 ملغ بير كيلوغرام اب تو 100 ملغ بير داي فور 4 تو 6 ويكس تيبر تو الترنيت دايز. طبعا هذا بيعتمد على السيفيريتي اوف ذا ويكنس. اذا المريض جاي سيفير ويكنس وهوسبيتالايزد وهيك، فيك تعطيه بلس ستيرويد. When the weakness at the onset is severe or rapidly worsening, intravenous glucocorticoid 1 gram per day for 3 to 5 days, then switch to oral, اللي هي 1 milligram per kg up to 100. إذا المريض وزنه 120 ما تعطي أكثر من 100. بالنسبة للـ inclusion body myositis، طبعا ما في داعي للستيرويد ولا للفالس ستيرويد. تمام. For glucocorticoid sparing, if the patient's condition responds to glucocorticoid، نحن عادة بنضيفه مع بعض، نعطي الستيرويد ومع بالإضافة في نفس الوقت الأزيثايوبرين، ميثوتروكسيت، مايكوفينيليت، سايكلوسبورين، أي واحد من هدول. عادة أغلب الناس تبلش بالميثوتروكسيت أو الأميران. هلا في السابق كانت الناس تخاف تحط الميثوتروكسيت على أساس إنه المرضى المايوسايتس عندهم أي إل دي، فكانوا يتجنبوا. بس طبعا هذا الكلام غير صحيح الآن. الميثوتروكسيت ما بيزود الأي إل دي، فعندك الخيار يا ميوران يا ميثوتروكسين. نفس الوقت تبعت الاستيرويد ما تستنى لحتى تخلص الاستيرويد تحطه على ميثوتروكسيت او ميوران، او تستنى حتى يصير له ريلابس. لا، من اول الدي 1 يعني تحطه على الاثنين. If response to glucocorticoid is insufficient، فيك تستخدم الاميونوجلوبولين اي في اي جي 2 جرام بير كيلوغرام in divided doses over a period of 2 to 5 days. تمام. اذا كان اعطيته مثلا مريض جاك اعطيته بلس ستيرويد تحسن، بس يعني لسه في ويكنس، السي كي ما نزل يعني صار نورمال، فيك تعطي اي في اي جي. اذر انديكيشن فور اي في اي جي كمان اذا المريض عنده سيفير ديسفيجيا، عنده صعوبه في البلع، فيك كمان تعطي اي في اي جي. تمام. في بالنسبة للمرضى if response to glucocorticoids and IVIG is insufficient, re-evaluate and reconsider diagnosis. هاي مهمة جدا. إذا المريض أخذ IVIG، أخذ ستيرويد ولسه ما بيتحسن، لا، راجع التشخيص. قد يكون عنده other diagnosis، مثلا يكون عنده hypokalemia، عنده rhabdomyolysis، عنده هايبر ثايرويدزم. شائع جدا الاشياء هاي، انه الانسان ما يكون عامل له هاي التحاليل.
بتأكد من الموضوع طبعا قبل، هذا الشيء مهم جدا قبل ما ياخذ الباس السيرو ضد الاي بي اي جي. طبعا اذا كان فعلا المريض تأكد تشخيصه انه هو المايوسايتس ونوت ريسبوندنج للستيرويد الاي بي اي جي، يو كان ستارت هيم اون ريتوكسيماب او فيك تعطيه كمان سايكلوفوسفامايد. طبعا هاي هذا الجدول شوي قديم تقريبا عمره من 2015 من 9 سنين، في نيو بيبر يعني ببلش يمكن 1 years او 2 years 2021 22 من في النيتشر، نفس الشيء تقريبا في البدايه تعطي جلوكوكورتيكويدز فيرست لاين ميثوتريكسيت او اميوران، سكند لاين كومباينيشن اوف اميونوسبريشن يعني فيك تعطي مثلا ميثوتريكسيت مع الاميوران بنفس الوقت اذا المريض ما كان عنده sufficient response من غير ما تبدل من واحد لواحد، لا تضيفه يعني اد اون بدل منك تغير. فيك التاكرولوماس والسايكلوسبورين كثير في نتائج حلوه عم تجينا من خاصه من اليابان والصين بالنسبه للتاكرولوماس في المايوسايتس. تمام. ثيرد لاين روتوكسيماب خاصه المرضى اللي عندهم انتي سنتيتيز سندروم على الاي ال دي، سايكلوفوسفامايد كومباينيشن اوف روتوكسيماب سايكلوفوسفامايد كمان في بنعطف في السيفير كيسز خاصة إذا كان عندهم رابط لبروجرس. مرضى الـ MDA5 اللي كان عندنا أو بصراحة صاروا 4 مرضى أغلبهم أخذوا سايكلو مع ريتوكسيماب، في 2 ماتوا طبعا والثلاثة لسه دوينج ويل. طبعا الـ IVIG فيك تعطيه في أي وقت من خلال الفترة هاي، مثلا المريض يعني اخذ ستيرويد بشكل كبير وما عم يتحسن فيك تعطيه اي بي اي جي، عشان مثل يعني هو الافكت تبعه مثل البريدجنج بيعمل اندكشن، فيك تخليه على الاي بي اي جي ريجولاري افري مانث، فيك تعطيه 1 دوز اذا كان متوفر او اذا كان اخذ كذا تريتمنت، اخذ سلسلت اخذ تاكفلوماس اخذ سايكلوس كلهم ما اشتغلوا معاه اخذ كومباينيشن ثيرابي، فيك تخليه على الاي بي اي جي افري مانث بياخذ 1 جرام بير كي جي. طبعا الاكسرسايز والفيزيكال ثيرابي من اول يوم لازم المريض يعمل يبلش عليه. طبعا في اكسبيرمنتال ثيرابي روتوكسيماب مع السايكلو توفاسيتينيب خاصه مع المرضى الام دي اي 5 اباتاسيتينيب اغلبهم هي كلها ترايل دراجز ما في عليها جود ايفيدنس، طبعا كلها اكسبيرت اوبينيون وعلى كيس سيريز وكيس ريبورتس بس ما في عليها يعني جود ار سي تيز. طبعا هذه نفس الكلام ما في شيء جديد. انا هلا حسأل سؤال نشوف دكتور مصطفى ايش رايك. What are the FDA approved drugs for inflammatory myositis؟ الأدوية اللي وافقت عليها الـ FDA مشان الميوسايتس. اي نعم. كلهم حكيم. كلهم في حدا كلام آخر؟ إلا الرقم واحد عندي كورتو كونتروبين. كورتيكوتروبين. مين عنده كلام آخر؟ هذا السؤال شائع طبعا في الام سي كيوز. نعم تمام. هلا حتستغرب انه اول دراجز ابروف اف دي اي ابروف للمايوسايتس هو الادرينو كورتيكوتروبين هرمون. والله حكيم، هلا انا قريت التهاب العضلات، جهزتها يعني قريتها قبل ما تعطي المحاضره، عامل نعم لها ملخص موجود بالابديت كاتبين عنه، بس يعني معدين عليه تعداي ما كاتبين كثير عنه. صحيح صحيح، هو فعلا يعني في السابق اول دواء يعني ابروفد وبيشتغل يعني شغل الاستيرويد، هو بيعمل ستيميوليشن للاثيرا جلاند تطلع استيرويد بنفس الوقت له انتي انفلاماتوري افكتس، بس مع ذلك ما حد بيستخدمه الان يعني عشان موضوع الكومبليكيشن تبعت الاستيرويد، بس هو اف دي اي ابروف، واذا فهلا فتحت على اب تو ديت اكتب ادرينال كورتيكوتروبين بتلاقي لك انه فعلا اف دي اي ابروف للمايوسايتس. طب السكند درجز هو السنه الماضيه عملوا له ابروفال الاف دي اي، ثاني واحد هو الاي في اي جي،
يعني هم اللي هم التو ميديكيشن اف دي ابروفد والادرينوكورتيكوتروبين والايفاجي، كل الباقيه بروتوكسيماب تاكرولماس الميثوتريكسات الاميوران كلياتهم نون اف دي ابروفد، انه ما في عليهم سترونج ايفيدنس او ما في عليهم ار سي تي. يعني معاملة الاف دي اي لما يعمل عليهم ابروفل لازم يكون في ار سي تي. الاي في اي جي عملوا عليه ار سي تي السنه الماضيه، عملوا لها بابليكيشن للبيبر، اذا بتحبوا شي يوم نناقشها بتكون جايين. تمام، كمل في التريتمنت. كالسينوزس كيوتس طبعا اهم شيء كنترول اوف اكتيف ديزيز اوف تراديشنال وذ تراديشنال اميونو سبريشن ايجنت از نيسري بات ات از اوفن نوت سفيشنت فور تريتمنت. في بعض الناس تستخدم البيسفوسفونات مثل الالندرونيت او الكالسيوم شانل بلوكر روتوكسيماب اي في اي جي صوديوم ثيوسلفيت هاف بين ترايد وذ سم سكسس. يعني تراجع التريتمنت تبع الكالسينوزس كلها عباره عن كيس سيريس وكيس ريبورتس، تستخدم عده ادويه بالاضافه للاميونو سبريشن. اذا المريض عم ياخذ مثلا خلينا نقول ميثوتريكسيت والمايوسايتس كنترول بس عنده اكتف كالسينوزس، فيك تعطيه كالسيوم شانل بلوكر، فيك تعطيه بيسفوسفونات وتجرب تشوف. الديسفيجيا عادة اذا عنده ريفراكتوري، يعني المريض ماشي مثلا على تاكرولوماس اموره تمام بس مشكلته الديسفيجيا، فيك تعطيه الاي في اي جي كمان بتساعد بشكل كبير للديسفيجيا. انا هيك خلصت، وهي المراجع كان عندي 3 ريفيو ارتكلز صراحة ريسنتلي ببلشت، واحدة من استراليا